بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد محمد اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص وصلنا معكم إلى هذه الفقرة قال فالأول هو العكس المستوي والثاني هو عكس النقيض وضع المصطلحات فقط وإذا أطلق أريد به الأول، إذا قلنا العكس يعني عكس المستوى. وكل قضية استلزمت أخرى بهذه الصفة فهي منعكسة. بهذه الصفة يعني التي ذكرها. أقول الأول وهو قولنا قضية أقيم فيها كل من جزئي الأولى التي هي الأصل مقام الآخر هو العكس المستوي. بينها ألف ب بأ ب ألف. والثاني هو قولنا قضية أقيم فيها مقابل كل جزء من جزء الأول يعني سلب بالسلب الإجاب مقام الآخر وهو عكس النقيض تقول ألف ب لا بل ألف نعم لا بل ألف وقد بينا أنه إذا أطلق العكس أريد به الأول يعني عكس المستوي تقول هنا عكس مطلق ما تقيد فهذا عكس المستوي لأنه المتبادر إلى الذهن وكل قضية استلزمت قضية أخرى بهذه الصفة التي بيناها أي أقيم فيها كل واحد من جزء الأولى مقام الآخر أو مقابله مقام الآخر هذا عكس المستوي أو مقابل عكس النقيض فهي منعكسة وإلا فلا إذا لم يتحقق هذا القانون فلا تنعكس نعم وصلنا إلى بحث عكس النقيض، عكس النقيض، ألف باء، لا بال لا ألف. نعم، خلينا نبين المسألة في دائرة مبدأ الهوية، ونبين المسألة في دائرة مبدأ الجوهرية. في مبدأ الهوية، ألف باء يعني ما زلنا في الهوية. مثاله تقول: إنسان إنسان، إنسان ناطق، إنسان حيوان، حيوان ناطق. ما زلنا في الهوية. فإذا كان ألف باء يعني نحن في مبدأ الهوية أرفع البائية يعني الباء ليس في دائرة الهوية ألف هوية ألف لا تكون هوية باء واضحة جدا نعم يعني ألف باء في مبدأ الهوية بعد ما تروح إلى مبدأ الجوهرية يعني لازلنا في الذات قبل التعينات ألف هو الهوية باء هو الهوية الهوية هوية مبدأ الهوية ارفع الهوية البائية لا باء يعني لست في الهوية ألف حتما ماذا يعطيك؟ يعطيك المحمول هو لا لا ألف واضحة المسألة إنسان إنسان أرفع لا إنسان حتما لا إنسان إذا ارتفعت الهوية لا إنسان لا تكون هي واضحة جداً المسألة بأي معنى إذا قلنا الإنسان إنسان العكس المستوي العكس النقيض ما هو لا إنسان هو لا إنسان بطبيعة الحال لا إنسان لا إنسان يعني لسنا في دائرة الهوية واضحة جداً لا إنسان حجر حجر هو الحجر الماء هو الماء واضحة جداً الآن نذهب إلى مبدأ الجوهرية مبدا الجوهرية المحمول ليس هو الذات الانسان عالم تقول لا عالم لا انسان لا عالم هو لا انسان بشرط بشرط ان يكون المحمول من لوازم الموضوع ما معنى من لوازم الموضوع اكتب فائده ذهبيه يعني هو عين الموضوع متعين الموضوع بنحو الموضوع بنحو فلا يمكن ان تنفي النحو الذي لا هويه له وجود ربطي بالفلسفه بالاستراحة الفلسفي والموضوع يبقى غير معقول لان التعين لا قيمه له بدون موضوع الموضوع هو المتعين نعم وبيلك المساله بمثال نازل نعم الشيخ جالس في مقابل الكاميرا الان الشيخ جالس الجلوس له كيان أم هو انا بنحو لا تقول شيخنا انت بنحو ارفع الجلوس ارفع الجلوس في حالتي انا يعني الذات ليست جالسه يعني الذات غير موجوده نعم اذا إذا كان المحمول من لوازم الموضوع يعني الموضوع بنحو فحتما إذا ارتفع اللازم يعني الذات غير موجودة انتفاء اللازم ارتفع الذات اللازم هنا بمعنى لا ينفك اللزوم المنطقي ليس اللزوم العلي وهل معلولي لأن قضية حملية اللزوم بمعنى عدم الانفكاك اذا انفك يعني الذات غير حاضره واضحه جدا فكذلك يعود الى مبدا الهويه الانسان عالم لنفرض ان العلم لازم لا ينفك عن الذات ارفع اللازم لا لازم يعني الذات غير موجوده اذا انتفى التعين حتما الذات غير موجوده لأن التعين هو الذات بنحوين. فمشروعية عكس النقيض كذلك هو مبدأ الهوية. تضرب في هذه المشروعية تقع في مبدأ التناقض. يعني إذا قلت أ ب الإنسان عالم ولا تقول لا عالم لا إنسان تقع في التناقض. تقول لا عالم هو الإنسان. العالم هو الإنسان يعني ما معنى الإنسان متعين لا إنسان تناقض إذا كل هذه الاستدلالات والذي ستأتي استدلالات الحملية قياس الاقتراني والقياس الحملي كلها مبنية على مبدأ الهوية ومبدأ التناقض ومبدأ السبب الكافي وإذا شئت لاختزال أكثر كما يقول ليبنيتس مبدأ الهوية ومبدأ السبب الكافي نعم مبدا التناقض مبدا التناقض يثيره مبدا سبب الكافي للحفاظ على مبدا الهويه اذا محور الفكر هو مبدا الهويه نعم العكس المستوي نعم، عكس الموجبة المطلقة قضية مطلقة، يدخل في الجهاد، بعدما بين البعد التصوري في إطار المفاهيم ما معنى عكس المستوي وما معنى عكس الحمل، إذا صدق الأول صدق الثاني بالضرورة، لأنه إذا صدق الأصل وكذب العكس نقع في التناقض، مبدأ التناقض. مبدأ التناقض يعني رفع الهوية يأتي إلى الجهاد إذا كنا في دائرة الجهاد كيف يتم هذا العكس عكس المستوي يبدأ بالعكس المستوي آه نعم ثم آه ممكن يعرج على العكس عكس النقيض المهم نبدأ بعكس المستوي عكس المستوي قلنا أ ب ألف با سهلة ثم تناور على على الكم والكيف قال: ولنبدا بالمستوي، عكس المستوي فنقول الموجبه كليه كانت او جزئيه تنعكس فعليه ان كانت فعليه. الفعليه يعني التواجد في دار الوجود. فالأصل فعلي يعني تقول أنت كل ألف ب بعض بلف ألف ب لماذا؟ لأنك أنت دخلت دار الوجود وهذا الأصل صادق يعني الدخول صادق ليس كذبي الآن أنت تأتي بالعكس الذي يكون صادقا بالضرورة إذا لم يكن دخولا فعليا يعني يلزم التناقض إذا إذا ركزنا على الدخول المطلق ما يسمى بالفعلية يعني خرجنا من حكومة الإمكان ولهذا قلت لكم الإمكان يناقض الفعلية لا يناقض الضرورة هم جعلوا الإمكان يناقض الضرورة معلش لأن الإمكان عدم الدخول والفعلية هو الدخول ناقيض الشيء رفعه الدخول نقيض لعدم الدخول إمكان عنده قابلية لم يدخل بعد ممكن أن يدخل دخول الفعلي يعني الإنسان صار, الإنسان صار متلبسا بالعلم حقيقة في دار الوجود هذه الفعلية يمكن أن يتعلم هذه إمكانية يعني بعد لم يدخل إذا دخل بالفعل وكان صادقا العكس يجب أن يكون كذلك العكس يكون صادقا ويكون داخلا لا يكون ممكنا مستحيل أن يكون ممكنا وإلا نقع في الدخول وعدم الدخول ولنبدأ نبدأ بالمستوي يعني عكس المستوي فنقول الموجب ألف باء كلية كانت أو جزئيه تقول كل ألف باء أو بعض ألف باء تنعكس فعلية إن كانت فعليا يعني إن كانت ال... كان الأصل فعليا تعليل مبدأ السبب الكافي لأن كل شيء يقال عليه الموضوع إذا اتصف بالمحمول كان هو بعينه المقول عليه المحمول متصفا بالموضوع هو هو هذا هو الفعلية يعني إذا دخل الإنسان بالعلم والعلم يطال جميع المصادق كليا او يطال بعض المصادق بعض الانسان عالم فحتما انت اذا عكست العكس يكون بالفعليه يكون بالفعليه واضح جدا مبدا الهويه مبدا الهويه تقول كل انسان عالم في الفعليه يعني دخول فعلي ليس بالقوه بالامكان اعكس كل انسان عالم بعض العالم انسان من هذا البعض؟ هو الانسان وهل الانسان ينفك عن الانسان؟ لا نعم اذا اصلا العكس يؤكد يؤكد الهويه يؤكد الهويه شرائع جدا يعني العكس اشد يقينا من من الاصل لان الاصل في مبدا الجوهريه كل انسان عالم نحتاج الى دليل فيقينيته حركيه حركه فكريه اما العكس لا العكس بعض العالم انسان من هذا البعض؟ الحمار؟ لا الجن؟ لا الله؟ لا الانسان فانسان انسان في مبدا الهويه ها أه؟ اليست اشد يقين من غيرها؟ لأن كل شيء يقال عليه الموضوع إذا اتصف بالمحمول يعني كل مصداق اتصف بالإنسان يتصف بالعلم كان هو بعينه وهو المقول عليه المحمول متصفا بالموضوع عكسها بعض العالم إنسان يعني بعض من يصدق عليه العلم من أحد الإنسان وقعت في مبدا الهويه الانسان اين اذا لم تكن فعليه يعني الانسان ليس بانسان لاحظت كيف فالهويه تخرب فالهويه تخرب واضحه جدا المساله في تجربتي التدريسيه اذا درست للطلاب المعايير العقليه المتون تتضح لهم بطريقه رائعه اتذكر انا كنت في درس في مدرسه الامام التابعه لجامعه المصطفى هناك درس مده طويله كنت ادرس للطلاب فنصل الى المتن في التطبيق وانا اقول لهم اسالهم في اي معيار نحن يقولون مبدا الجوهريه مبدا التناقض مبدا الهويه هم لوحدهم وصلوا الى هذا التطبيق الجميل نعم أقول بدأ المصنف يعني المحقق الطوسي رحمه الله بعكس الموجبات والعادة البدء بالسوالب العادة ليست ليست حتمية فالموجبة سواء كانت كلية أو جزئية يعني ألف باء سواء كان الصور كليا أو جزئيا لا يهم إذا كانت فعلية انعكست فعلية الفعلية يعني الدخول خروج من هيمنة الإمكان فإن, فإن إذا قلنا كل جنبة أو بعض جنبة يعني اختلاف في كمية كمية صدقية بالإطلاق الإطلاق هنا هو الفعلية يعني الدخول في دار الوجود إن عكست إلى قولنا طبعا هنا الإطلاق كتب الإطلاق العام ليس الإطلاق نفي الجهة هنا الإطلاق هنا الإطلاق له استخدامان الاطلاق الذي هو نفي الجهه وهي جهه متسامحيه نفي الجهه والاطلاق العام الذي هو جهه الذي يفيد الدخول الفعلي في دار الوجود نعم فإن إذا قلنا كل جيم باء يعني كل ما صدق عليه عنوان جيم يصدق عليه عنوان باء في الدخول الفعلي أو بعض جيم باء يعني بعض المصادق تعنونت بجيم تتعنون بباء ليس كل المصادق بالإطلاق لو قال بالإطلاق العام كان أفضل انعكس إلى قولنا بعض باجيم بالإطلاق يعني بالفعلية وإلا سقطنا في رفع الهوية إنسان ليس بإنسان يعني ألف ليس بألف لأنه لا بد في الأصل من موضوع يقال عليه جيم وباء نعم من موضوع لو قال ذات الموضوع أفضل مصادق الموضوع أفضل حتى يصدق قولنا كل أو بعض جيم باء نعم يعني في مصادق دخلت بالفعل فلذلك الشيء الذي يقال عليه جيم يعني كل من صدق عليه جيم في دار الوجود إذا اتصف بالمحمول عن يعني باء كان هو بعينه المقول عليه باء متصفا بالموضوع نعم يعني باء جيم هذا هو العكس يعني جيم وإذا كان الذات واحدة وصدق عليه وصف جيم وباء صدق أن ما صدق عليه باء يعني ذلك يعني تلك الذات يصدق عليه جيم فبعض بجيم وهو المطلوب هذه العبارة إذا كان الذات واحدة عمل تحتها خط أحمر إلى نهاية المطلب يعني هكذا وإذا كان الذات واحدة ذات واحدة كلام جدا جميل يعني مبدأ الهوية مبدأ الهوية إذا ما فرعت عليه العكس الصادق مبدأ الهوية ينتفي يعني في ذهنهم الشريف وفي أذهانهم الشريفة هذه المعايير العقلية السارية لا يمكن أن يتمردون عليها وإذا كانت ذات واحدة يعني أنت تحافظ على مبدأ الهوية وصدق عليه وصفا وصف جيم وباء صدق إنما صدق عليه باء يعني تلك الذات يزق عليه جيم فبعض جيم وهو المطلوب فباء فبعض باء جيم وهو المطلوب هذا الذي بينته لك بالتفصيل كل ألف ب بعض ألف باء ما معنى بعض ألف باء؟ يعني كأنك قلت ألف ألف ما هو. طبقها ب مثال ما يهم نعم كل مثلث متساوي طبعا مع هذا القيد المسطح يعني الأن المثلث في المكعب في المقعر المحدب والمقعر في المحدب المثلث اكثر من 180 درجه في المقعر اقل من 80 درجه اذا نعمل القيد المثلث في المستوى واحد في المستوى يعني ليس في التقعر والتحدب يعني هكذا في حقيقه مستويه كل مثلث زواياه 180 درجه إذا ماذا تقول؟ من كانت زواياه 180 درجة مثلث؟ هذا من زواياه 180 درجة هو المثلث كأنك قلت كأنك قلت المثلث مثلث. إذا عكس المستوي هو مبدأ الهوية. إذا إذا لم تقل سابقون فضرب في الهوية. نعم. آه. ضربت الهوية رفعت الهوية أقول الهوية لا ترفع واضحة جدا إذا الدخول الفعلي مع الصدق عكسه دخول فعلي مع الصدق كذلك سهل المسألة نعم عكس الموجبة الممكنة ممكنة عامة جزئية هنا عدم الدخول عدم الدخول قال وممكنة يعني وتنعكس ممكنة إذا كانت ممكنة يعني إذا كان الأصل ممكنا كان العكس ممكنا لأن ذلك الشيء إذا أمكن اتصافه بالمحمول أمكن فعلية غير موجودة يعني كل من أمكن من المصديق أن يتصف بجيم يتصف ب ما نقول يتصف يتصف يتصف, يتصف يتعلون صحيح كل مصداق قاد يتلبس بالعنوان الموضوعي فيتلبس بالعنوان المحمولي بالامكان كذلك هذا مفاد القضيه الممكنه في السلب يقول الامكان كذلك فقط الجزئيه راعي الجزئيه في الكم وممكنة يعني تنعكس ممكنه اذا كانت ممكنه يعني اذا كان الاصل عنده جهة الإمكان، لأن ذلك تعليل يعني مبدأ السبب الكافي، لأن ذلك الشيء، لأن ذلك الشيء إذا أمكن اتصافه أمكن يعني ليس فعليا، بالمحمول يكون شيئا مما يمكن أن يقال عليه المحمول، وقد اتصف بالموضوع بالفعل، اعكسها أنت. نعم. عكسها تقول كل ألف بالإمكان يعني المصاديق المنبسطة إذا أمكن يعني ما معنى أمكن يعني لا يستحيل الاتصاف وليس ضروري الاتصاف قد تتصف وقد لا تتصف إذا أمكن الاتصاف المحمول يمكن كذلك عكس الآن إذا أم كان الاتصال بالمحمول يمكن أن يتصف بالموضوع واضحة جدا لماذا الجزئية؟ لي ممكن عمومية المحمول عمومية المحمول وممكنة يعني القضية العكسية العكس تكون موجهة بالإمكان إن كانت ممكنة يعني إذا كان الأصل ممكنة يعني جهته ممكنة لأن ذلك الشيء إذا أمكن اتصافه بالمحمول يكون شيئا مما يمكن أن يقال عليه المحمول هذا مدلول القضية الموجهة بالإمكان يعني كل مصداق أمكن أن يتعنون بالعنوان أمكن أن يتعاون اكسها بالمحمول عكسها فكل مصداق أمكن وكل خلينا من الكل فالمصداق الذي أمكن أن يتعلم بالمحمول يتعلم بالموضوع ما في بأس لماذا الجزئية؟ لأن المحمول قد يكون عام كما بينا فيما سبق. نعم وقد اتصف بالموضوع بالفعل. نعم و و وإذ لا يمتنع أن يصير ذلك الشيء مقول عليه المحمول بالفعل فلا يمتنع أن يكون شيء مما يكون المحمول مقول عليه بالفعل متصف بالموضوع. لماذا بالفعل؟ يعني احتمال أن يتصف. يمكن أن يتصل بالفعل نعم يمكن هذه يمكن دائما تعملها نعم في العنوان بدرقة العكس الموجب الممكنة ممكنة عامة جزئية لماذا جزئية بعضية تنعكس بالبعض لأن المحمول قد يكون أشمل مصادق في المصادق أقول الموجبة الممكنة سواء كانت عامة أو خاصة كلية جزئية لا يهم تنعكس ممكنة عامة جزئية ممكنة عامة في الإمكان فإن إذا قلنا كل جيم باء أو بعض جيم باء بالإمكان العام أو الخاص بينا لكم الإمكان العام والإمكان الخاص الإمكان العام ينفي نقيض المحمود يعني ليس متورطا بنقيض محمود فينفتح على المحمود الامكان الخاص لا متساوي الطرفين يمكن ان يعلم ممكن ان لا يعلم ممكن ان يقوم ممكن ان لا يقوم فاذا قلنا كل جيم باء بالامكان العام او بالامكان الخاص او بعض جيم باء بالامكان العام او الامكان الخاص فالذات التي صدق عليها جيم الذات يعني المصداق بالفعل إذا أمكن اتصافها بباء يكون يكون تلك الذات شيئا مما يمكن أن يقال عليه المحمول نعم لكن جزئيا لماذا؟ قد يكون المحمول أعم جيد خلينا نطبق نطبق القضية بمثال هو سيأتي بالمثال كل إنسان عالم بالإمكان ما معنى؟ يعني الجهل ليس ضروري له لا. لا علم ليس له ضروري لا يتورط به التورط دائم والذاتي إذا لم يتورط بالجهل يمكن, يمكن أن ينفتح على العلم هذا هو الإمكان العام طبق عليها مجرور القضية يعني كل مصداق تعنون بجيم بالفعل لأن تعنون المصداق بجيم يجب أن يكون فعلياً محمول كيف يقول بالإمكان بالإمكان يعني ليس مستحيل عليه يمكن أن ينفتح عليه هذا هو معنى هذه العبارة فالذات يعني المصداق الذي صدق على الجيم يعني السريان الصدقي جيم يسري في المصادق بالفعل طبعا دائما عقد الوضع بيكون بالفعل إذا أمكن يعني لا يستحيل أمكن اتصافها بباء يعني بالعلم في مثالنا يكون تلك الذات يعني هذا المصداق شيئا مما يمكن ان يقال عليه المحمول بالفعل فقد اتصف بالموضوع بالفعل لماذا بالفعل انت تقول تنعكس ممكنه وحيث لا يمتنع ان يصير ذلك الشيء مقول عليه المحمول بالفعل فلا يمتنع ان يكون شيء مما يقال عليه المحمول بالفعل عن تلك الذات متصل بالموضوع وعدم الامتناع إمكان عام فصدقت الممكن العامة في العكس شوية في عبارة العلم الحلي فيها غموض وفيها نوع من الاضطراب وبينها بالمثال أحسن كل إنسان عالم وقاربها بالإمكان العام كل إنسان عالم ما معنى كل مصداق مصداق يعني فعلي ام لا؟ فعلي. تعنون بالانسان ينفتح على العلم. يعني ليس في حقه العلم مستحيل. عكسها الان هو نفس الذات تعنون بالعلم صار فعليا بالعلم. نعم. فيحمل عليه الموضوع هو الانسان. لماذا؟ لان مبدا الهويه. ذاك المصداق الذي تعنون بالعلم حتى يحمل عليه الإنسان مبدأ الهوية الإنسان أين سن الحمار لك.